أصحاب الفخامة السيدات والسادة، نرحب بكم ونطلع استضافتكم العام القادم في الرياض. هكذا خاطب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحضور في قمة العشرين الأخيرة التي عقدت باليابان، مرحبا بدول المجموعة في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر انعقاد القمة المقبلة. والسعودية التي أصبحت أول دولة عربية تتولى رئاسة قمة التكتل الاقتصادي الأكبر في العالم لم تكن مجرد وجهة تعقد بها القمة الدولية الأهم، بل كانت نموذجا لما تسعى إليه مجموعة العشرين. فوفق مراقبين لم تصبح السعودية عضوا بمجموعة العشرين بسبب اقتصادها فقط، وإنما لأنها طرحت نفسها خلال السنوات الماضية نموذجا من نماذج التقدم والتطور الاقتصادي. وإذا كانت مجموعة العشرين تمثل بالدرجة الأولى اقتصادات العالم الصناعية، فإن رؤية 2030 التي وضعها الأمير محمد بن سلمان تمثل تجربة ملهمة في تطوير الاقتصاد والتنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وتسريع السعي إلى المستقبل عبر إجراء تغييرات اجتماعية جذرية وعميقة. تستضيف الرياض إذن قمة العشرين، وقد تغيرت أشياء كثيرة خلال سنوات قليلة. في مسعى المملكة لتحقيق عدد من الأهداف عبر عنها ولي العهد في قمة اليابان عام 2019، علينا أن نسعى تحقيق أكبر قدر من الرخاء، ويظل تمكين المرأة والشباب محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام. هذه الأهداف التي حددها ولي العهد قاطعت المملكة شوطا كبيرا في تحقيقها في أقل من 4 سنوات فقط. فعلى صعيد تنويع اقتصاد السعودية، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي في 2016 تقدر ب 1.8 تريليون ريال، لتضع المملكة خططا لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة. وكانت النتيجة نموا متسارعا في السنوات الثلاث الماضية بنسبة 1.3% في 2017 و 2.2% في 2018 و 3.3% في 2019، حتى وصلت إلى أكثر من 4% في الربع الرابع من 2019. على الرغم من الجائحة التي شكلت صدمة للاقتصاد العالمي، إلا أن المملكة ظلت أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. كانت زيادة معدلات التوظيف أيضا على رأس أولويات الحكومة، فقد بدأ العمل على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف لخفض نسبة البطالة إلى 7% فقط بحلول عام 2030. فخلال عام 2018 بلغت نسبة البطالة 13% تقريبا، ومع رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، أصبحت نسبة البطالة في انخفاض متتالي حتى وصلت إلى 11.8% في بداية عام 2020، لتكون المملكة من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 20%. أما صندوق الاستثمارات العامة فقد أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، واستطاعت المملكة مضاعفة حجم الصندوق من 560 مليار ريال إلى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريبا، لتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال. ومنذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضل الحالات، أما اليوم فيحقق الصندوق عائدا لا يقل عن 7%، وهو ما يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق، خصوصا مع تقلبات أسعار النفط. قاطعت المملكة شوطا كبيرا أيضا في مكافحة الفساد الذي كان يلتهم سابقا ما يصل إلى 15% من ميزانية الدولة، غير أن ذلك تغير بعد إعلان القيادة السعودية الحرب على الفساد. لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، سواء وزير أو أمير أو أيا كان، لن ينجو. كانت نتائج حملة مكافحة الفساد استرداد الدولة 247 مليار ريال في 3 سنوات الماضية، وهو ما يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات نقلت لوزارة المالية. وهكذا لا ترأس السعودية قمة العشرين كأول دولة عربية فحسب، بل كدولة رائدة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف التي تشكل جوهر التكتل الاقتصادي الأكبر في العالم. لذلك كان شعار القمة في الرياض فرصتنا لنلهم العالم برؤيتنا.